بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 32 من سلسلة دروس تفسير القرآن الكريم من الكتاب المسمى ببحر العلوم للفقيه أبي الليث نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي الحنفي رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين آمين. وصلنا إلى قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن، يعني وجب عليهن العدة، والتربص كما تعلمون هو الانتظار، يعني المرأة تنتظر، يعني وجب عليهن العدة ثلاثة قروء أي ثلاث حيض، وقال بعضهم ثلاثة أطهار. والقرء كما تعلمون هو لفظ مشترك، كما يطلق على الحيض يطلق كذلك على الطهر، ولكن أئمتنا الحنفية قالوا المراد بالقرء الطهر الحيض، والشافعية ذهبوا إلى أن المراد به الطهر، وقال أكثر أهل العلم المراد به الحيض، وأصل القرء الوقت، وظاهر الآية عام في إيجاب العدة على جميع المطلقات. قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن، إذا ما عندنا مطلقة لا تتربص. ظاهر الآية يفيد على أن العدة واجبة على جميع المطلقات. Recording in progress. ولكن المراد بها الخصوص، لكن المراد بها الخصوص، إذا ظاهر الآية يوجب العدة على جميع المطلقات، ولكن لما كان عندنا هناك مطلقات لا تعتد قال المراد بهذا العموم الخصوص، لأنه لم يدخل في الآية خمس من المطلقات: الأمة إذا طلقت لا تعتد، والصغيرة، والآيسة والحامل وغير المدخول بها. يعني الآيسة لا، هي الآيسة تعتد إذا طلقت، ولكن لا تعتد بالحيض لأنها آيسة، وكذلك الحامل تعتد ولكن عدتها ليست بالحيض، وغير المدخول بها كذلك، غير المدخول بها يعني لا، هذه لا عدة عليها إذا كان غير مدخول بها، غير مدخولين بها. إذن هنا لما قال وظاهر الآية عام في إيجاب العدة على جميع المطلقات، خرج بذلك عدد من المطلقات لا عدة عليهن بالأطهار، بالحيض. ثم قال: ولا يحل لهن أن يكتمن، أن يخفين ما خلق الله في أرحامهن، يعني الحمل والحيض، لا يحل لها للمطلقة أن تقول أنا حائض ولم تكن حائضا، أو تقول أنا حامل وليست بحامل، يعني إذا كانت هي حامل لا يجوز أن تقول أنا حائض وقد طهرت بثلاث حيض،
لذلك تكتم الحمل. وكذلك لا يحل لها أن تقول أنا حامل وهي ليست بحامل. إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني إن كنا يصدقن بالله وباليوم واليوم الآخر، أراد أن الإيمان بالله وأن الإيمان باليوم الآخر كل منهما حامل على الطاعة فيما ورد الأمر به. لذلك لما قال ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، إيه؟ إن كنا من يعني التي تؤمن بالله وباليوم الآخر لا تتجرأ على مخالفة أمر الله عز وجل، لأن هذا هو الأصل، هذا الوصف هو الأصل في المؤمن الذي يؤمن بالله وباليوم الآخر. قوله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وبعولتهن جمع، والبعل والمفرد هو البعل، والبعل هو الزوج، والبعلة هي المرأة، والمباعلة هي المباشرة، والبعال كذلك هو الجماع والمباشرة. إذا عندنا مباعلة وعندنا بعال. قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، يعني إن قصد الأزواج إقامة الحدود، إقامة حدود الله عز وجل، وتدارك الفساد الذي حصل بينهم، فلهم أن يراجع، أو فلهم الرجعة، الرجعة جاز أن يراجع كل واحد منهم الآخر، ولكن بشرط ماذا؟ بشرط أن يقصد كل من الزوجين أن يقيم الحدود، أن يقيم حدود الله مع الطرف الآخر، وبشرط أن يقصد من هذه المراجعة تدارك الفساد، لا من أجل أن يظلمها أو من أجل أن تنكد عليه. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، يعني في حال التربص، إذا كان الطلاق رجعيا، إذا كان الطلاق رجعيا يملك الزوج أن يراجع زوجته حالة كونها متربصة، يعني حالة كونها معتدة يملك ذلك. ثم قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن يعني للنساء، ولهن مثل الذي عليهن على الأزواج من الحقوق، يعني للنساء على الأزواج من الحقوق مثل ما للرجال على النساء في حال التربص إذا كان الطلاق رجعيا. يعني إذا كان الطلاق رجعيا للنساء على الأزواج حقوق وهي في العدة لزوجها، إذا كان طلاق رجعي للمرأة على زوجها حقوق، وكذلك للرجل على زوجته حقوق في حال العدة، هذا إذا كان الطلاق رجعيا. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يقول بما عرف شرعا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف يعني بما عرف شرعا. قال وللرجال عليهن درجة، يعني الرجال لهن حق زائد، المرأة لها حقوق على زوجها والزوج له حقوق على زوجته، ولكن الرجال لهم حق زائد على حقوق الزوجات. وللرجال عليهن درجة يعني فضيلة في النفقة والمهر، في النفقة والمهر. قال بعض العلماء في هذا النص فيه وللرجال عليهن درجة، قال فيه تنبيه للنساء على تعظيم الأزواج، لما قال الباري عز وجل وللرجال عليهن على النساء درجة، وكأن الله عز وجل ينبه النساء على تعظيم الأزواج. فالأزواج أو الزوجان يشتركان
في أن كل واحد منهما يعني يتلذذ بالآخر، ولكن يختص الرجل بالقيام وبالإنفاق، فلذلك كان الزوج أعظم حقا على المرأة. أعظم يعني حق الزوج على المرأة أعظم من حق المرأة على الزوج. قال: وأن والله عزيز حكيم فيما حكم فيما قضى فيما شرع من الرجعة في الطلاق الذي يملك فيه الرجعة. ثم بين الطلاق الذي يملك فيه الرجعة فقال: الطلاق مرتان. يعني يقول: الطلاق الذي يملك فيه الرجعة تطليقتان، فإمساك بمعروف، يعني إذا راجعها يمسكها بمعروف، هذا يعني إيش؟ فإمساك بمعروف، يعني إذا راجعها يمسكها بمعروف، ينفق عليها ويكسوها ولا يؤذيها ويحسن معاشرتها، أو تسريح بإحسان، يعني يؤدي حقها. إذا سرحها، ما هو التسريح بإحسان؟ يعني أن يطلقها وأن يعطيها كامل حقوقها، هذا التسريح بإحسان، لا أن يأخذ من مهرها وأن يسترجع ما أنفق عليها، هذا تسريح بغير إحسان. أو تسريح بإحسان يعني يؤدي حقها الذي وجب لها عليه ويخلي سبيلها. ويقال: أو تسريح بإحسان يعني يطلقها التطليقة الثالثة ويعطيها مهرها. ويقال: يتركها حتى تنقضي عدتها. ويقال: ويؤدي حقها ويخلي سبيلها. ويقال: أو تسريح بإحسان. وقال ابن عباس: كان الرجل في الجاهلية إذا طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين كان الرجل أحق بها، وإذا طلقها الثالثة كانت المرأة أحق بنفسها. واحتج بقول الأعشى: كانت لديه امرأة من امرأة بني هوازن، يا رب ذي ضغن وضب فارض، ما له قرء كقرء الحائض. قال: فأخذه بنو هوازن حتى يطلق امرأته، فلما طلقها واحدة قالوا له: عد فطلقها الثانية. فعرف أنها بانت منه ولا تحل له، فقال عند ذلك: أجارتي بيني فإنك طالقة، كذا أمور الناس غاد وطارقة، وبيني فإن البين خير من العصا، وأن لا تزال فوق رأسك بارقة، وذوقي قنا الحي إني ذائق قناة أناس مثل ما أنت ذائقة، لقد كان في شبان قومك منكح وفتيانه وازن الطوال العرائق. قوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا، نزلت في جميلة بنت عبد الله ابن أبي ابن بنت عبد الله ابن أبي بن سلول وزوجها ثابت بن قيس، وكانت تبغضه، فأتت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقالت: لا أنا ولا ثابت. فقال لها: أتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم وزيادة. فقال: أما الزيادة فلا.
فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها وخلعها من زوجها. فذلك قوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا من المهر، مما آتيتموهن من المهر شيئا إلا أن يخافا، يعني يعلما، يعلم كل من الزوجين أنه لن يقيم حدود الله في زوجه في الطرف الآخر. يعني لا هي تستطيع، هي تعلم أنها لن تطيع زوجها ولن تعطيه ما يرغب به منها، وهو يعلم كذلك أنه لن يطيع الله فيها. فالآن قال: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن من المهر شيئا إلا أن يخافا، يعني يعلما، ألا يقيما حدود الله، أي فيما أمروا بها. قرأ حمزة يخافا بضم الياء على فعل ما لم يسمى فاعله، وقرأ الباقون بالنصب يعني يخافا، وقرأ ابن مسعود إلا أن يخافوا بالجمع. ثم قال تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله، يقول إن علمتم ألا يكون بينهم إصلاح في المقام، في إذا أقاموا مع بعض في المقام، إذا أقاموا مع بعض لن يكون بينهما إصلاح، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي لا حرج على الزوج أن يأخذ مما افتدت به المرأة إذا كان النشوز من قبل المرأة، إذا كانت المرأة هي التي ترفض الزوج وتطلب الطلاق، لا حرج أن تدفع له المال وأن يأخذه مقابل طلاقها. فأما إذا كان النشوز من قبل الزوج، الزوج هو الذي يريد أن يطلق زوجته ويكرهها، إلا أنه يسيء إليها كي تطلب الطلاق هي، فتتنازل له عن سائر حقوقها، فهذا لا يجوز. قال: فأما إذا كان النشوز من قبل الزوج فلا يحل له أن يأخذ، أن يأخذ ولا درهما واحدا، بدليل ما قال في آية أخرى: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. ثم قال تعالى: تلك حدود الله، يعني أحكامه، تلك حدود الله يعني أحكامه وفرائضه، فلا تعتدوها، يقول لا تجاوزوها، لا تتجاوزوا حدود الله. ومن يتعدى حدود الله، أي يتجاوز أحكام الله وفرائضه بأن يترك العمل بالأوامر ويركب النواهي، هذا الذي يتجاوز حدود الله عز وجل، هذا الذي يتجاوز، يتعدى حدود الله، أي يتجاوز أحكام الله وفرائضه ويترك ما أمر الله به أو يعمل بما نهى الله عنه، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الظالمون، يقول الضارون بأنفسهم. يعني الأصل أنت أن تأخذ بنفسك إلى النجاة، فإذا أخذتها إلى الهلاك فقد ظلمتها. فأنت متى تكون عادلا مع نفسك؟ إذا ألزمتها الأمر ففعلته، وألزمتها النهي فتركته، بذلك تكون عادلا مع نفسك. أما إذا عكست تكون ظالما لنفسك لها، لأن الأصل أن نفسك لا يليق بها إلا جنة عرضها السماوات والأرض. فإذا ركبت الذنوب والآثام وأعرضت عن الأوامر تكون قد أوضعت نفسك في غير ما تستحق، وضعتها في الهلاك في جهنم، لذلك تسمى أنت ظالما، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وقد وضعت نفسك أنت في غير موضعها، موضعها أن تقول نفسك سمعنا وأطعنا، لا أن تقول سمعنا وعصينا. إذن فأولئك هم الظالمون، يقول الضارون بأنفسهم. ويقال تلك حدود الله، يعني الطلاق مرتان هذا من حدود الله.
فلا تجاوزوهما إلى الثالثة، لا تتعدى وتطلق الثالثة فترجع خاسئا خاسرا مكتئبا نادما متحسرا. ومن يتعدى حدود الله بالتطليقة الثالثة فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له من بعد، يعني من بعد الطلقة الثالثة، حتى تنكح زوجا غيره، يعني تتزوج بزوج آخر ويدخل بها، لا تحل بالزوج الأول حتى تنكح زوجا غيره، وهذا الغير لا بد وأن يدخل بها. وإنما عرف الدخول بالسنة، عرف بأن التحليل لا يكون إلا بالدخول، عرف هذا بالسنة، عرف بالسنة. وهو ما روي عن ابن عباس أن رفاعة القرظي طلق امرأته ثلاثا، وكانت تدعى أميمة بنت وهب، فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير، ولم تكن عنده إلا كهدبة الثوب، يعني عنين لا يستطيع جماع النساء. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن رفاعة طلقني فبت طلاقي، فتزوجني عبد الرحمن ولم أكن عنده إلا كهدبة الثوب. فقال لها: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ فقالت: نعم. قال: ليس ذلك ما لم تذوقي من عسيلته ويذوق من عسيلتك. وهذا كناية عن الوقاع والجماع. فذلك قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، يعني إذا طلقها الثالثة لن ترجع عليه حتى تتزوج زوجا آخر. ثم قال تعالى: فإن طلقها، يعني الزوج الثاني، يعني واحدة أو ثنتين، طلق الزوج الثاني زوجته طلقة واحدة أو طلقتين، فلا جناح عليهما، يعني على المرأة والزوج الأول. إذن فإن طلقها، يعني الزوج الثاني طلق المرأة طلقة أو طلقتين واعتدت من هذا الطلاق، لا إثم ولا حرج عليها ولا على زوجها الأول أن يرجع كل منهما إلى الآخر، فلا جناح عليهما أن يتراجعا. ويقال: فإن طلقها الزوج الثاني بعدما دخل بها فلا جناح عليهما، يعني على المرأة والزوج الأول، أن يتراجعا، يعني أن يتزوجها مرة أخرى وترجع له بحل جديد، يعني بثلاث طلقات. فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا، يعني إن علما وغلب على ظنهما أن كل واحد منهما سيعطي الآخر ما وجب له عليه. إن ظنا أن يقيما حدود الله، يعني فرائض الله، يعني إذا علما أنه يكون بينهما الصلاح بالنكاح الثاني. وعليه لا يتراجعا إذا علما أنه يكون بينهما الصلاح بالنكاح الثاني، تمام، بمعنى أنه لا يرجعان إلى التنافر السابق الذي كان في النكاح الأول. وبإضافة إلى هذا أنه لا يقصد أحدهما الإضرار بالآخر بهذا الرجوع، بل ينبغي أن ينوي بهذا الرجوع أن يؤدي جميع ما لزم للطرف الآخر عليه، هذا ما ينبغي أن يعزم عليه. فإذا قصد وكلاهما أو واحد منهما الإضرار بالآخر كان آثما، وهذا متفق عليه، كان آثما وهذا بالاتفاق. ثم قال تعالى: فإن طلقها
طيب فلا جناح عليهما أن يتراجعا فلا إن ظنا يعني إن علما أن يقيما حدود الله يعني فرائض الله يعني إذا علما أنه يكون بينهما الصلاح بالنكاح الثاني الصلاح بالنكاح الثقرن هذا الكلام كله. ثم قال تعالى وتلك حدود الله وتلك حدود الله يعني فرائض الله وأمره ونهيه وأحكامه وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون لقوم يعلمون يعني لقوم لما قال وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون معنى يبينها يعني لا ينتفع بها إلا من يعلمها يبينها لقوم يعلمون يعني ينتفع بها من يعلم يعني يتدبر ليعلم أن الله عز وجل أراد بهذا البيان أراد إصلاحهم في الدنيا كما أنه أراد إصلاحهم في الآخرة. إذا وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون فإذا الله عز وجل أراد بهذا البيان نعم أن أراد صلاحنا في الدنيا وصلاحنا في الآخرة. ويقال إنما قال لقوم يعلمون لأن الجاهل إذا بين له فإنه لا يحفظ ولا يتعاهد والعالم يحفظ ما يبين له ويتعاهده كي لا ينسى. فلهذا المعنى خاطب العلماء ولم يخاطب الجهال خاطب العلماء لأجل هذا المعنى ولم يخاطب الجهال. ثم قال عز وجل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فبلغن أجلهن الله فبلغن أجلهن يعني الأجل ما هو الأجل؟ الأجل هو الوقت المضروب مدة للشيء. الأجل هو الوقت الذي يجعل مدة للشيء. فإذا بلغن أجلهن يعني مضى عليهن ثلاث حيض قبل أن يغتسلن وقبل أن يخرجن من العدة. فمعنى بلغنا أجلهن يعني قاربنا انقضاء العدة. قال وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن قلنا الأجل هو الوقت المضروب مدة للشيء. وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن يعني بلغنا يعني قاربنا مضي العدة. ماذا نفعل؟ قال فأمسكوهن بمعروف يعني يراجعها ويمسكها بالإحسان يمسكها ويراجعها بالإحسان. قوله أو سرحوهن بمعروف أي لا يراجعها ويتركها حتى تخرج من العدة أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا والضرار في ذلك أن يدعها حتى إذا حاضت ثلاث حيض وأرادت أن تغتسل راجعها ثم يطلقها يريد بذلك أن يبقيها سنة في عدتها كل طلقة بثلاث شهور ثلاث طلقات تسعة شهور هذا إضرار منه بالزوجة فلا يجوز.
قال يريد بذلك أن يطول عليها العدة، فنهى الله عز وجل عن ذلك وقال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، يعني لتظلموهن، ومن يفعل ذلك بعد الإصرار فقد ظلم نفسه. من يفعل ذلك يعني الإضرار، أنا قرأتها الإصرار كأنه يعني الإضرار وليس الإصرار. فقد ظلم نفسه، يقول أضر بنفسه بمعصيته في الإضرار، يعني عصى الله عز وجل بأن نوى أن يضر بزوجته. وقال الزجاج فقد ظلم نفسه، يعني عرض نفسه للعذاب، لأن إتيان ما نهى الله عنه تعريض لعذاب الله، لأن أصل الظلم وضع الشيء في غير محله في غير موضعه. ثم قال تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا، يعني القرآن، ولا تتخذوا آيات الله يعني القرآن هزوا يعني لعبا وسخرية. ويقال إنهم كانوا يطلقون ولا يعدون ذلك طلاقا، كانوا يطلقون ولا يعدون ذلك الطلاق طلاقا ويجعلونه لعبا. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، قرأ عاصم في رواية حفص هزوا بغير همزة، قرأ حفص عاصم في رواية حفص ولا تتخذوا آيات الله هزوا. وكذلك قوله كفوا أحد، وقرأ الباقون بالهمز كفوا وهزوا، وهما لغتان ومعناهما واحد. ثم قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله. إذن قال واذكروا نعمة الله عليكم، يقول احفظوا نعمة الله عليكم بالإسلام. واذكروا نعمة الله عليكم، احفظوا نعمة الله عليكم بالإسلام. هل هنا الشيخ رحمه الله تعالى فسر النعمة بالإسلام؟ نعم، ولكن يجوز أن تكون النعمة هنا، واذكروا نعمة الله، أن تكون النعمة هنا للعموم، فإذا جعلناها للعموم فتتناول جميع النعم، كما في قوله تبارك وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالمراد إذن بالنعمة هنا واذكروا نعمة الله يعني نعم الله التي منها الإسلام والتوحيد. إذن واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم في القرآن من المواعظ والحكمة، يعني الفقه في القرآن، يعظكم به، يقول ينهاكم عن الضرار، واتقوا الله في الضرار، اتقوا سخط الله في الضرار، واعلموا أن الله بكل شيء عليم من أعمالكم فيجازيكم به. قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، يقول انقضت عدتهن، فإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن يعني انقضت عدتهن، انقضت عدتهن. الله. فإذا هنا البلوغ هنا، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، البلوغ هنا عبارة عن حقيقة الانتهاء، عن حقيقة الانتهاء. لأن كيف عرفنا أن المراد بالبلوغ هنا حقيقة الانتهاء؟ كيف عرفنا ذلك؟ انتبهوا أحبابنا، قلنا المراد بالبلوغ هنا ماذا؟ حقيقة الانتهاء. طيب ما الذي وضح لنا وجعلنا نقول بأن البلوغ هنا عبارة عن حقيقة الانتهاء؟ قال العلماء لأن المذكورة
بعده بعد البلوغ المذكور بعده النكاح. وذلك ولا يكون ذلك إلا بعد انقضاء العدة. لا يكون ذلك يعني النكاح لا يكون إلا بعد انقضاء العدة. فالبلوغ إذن هنا أحبابنا المراد منه حقيقة الانتهاء. فإذا وإذ طلقتم النساء فبلغن أجلهن يعني انقضت عدتهن فلا تعضلوهن يقول لا تحبسوهن ولا تمنعوهن أن ينكحن أزواجا يعني الأزواج الذين لم يكونوا لهن. فلانة زوجها زيد طلقها وبعد 3 شهور أرادت أن تتزوج من عمر، لا مانع من ذلك، يعني أنت مثلا صديقك فلان متزوج من فلانة طلقها، تزوجتها أنت بعد ذلك، لا حرج. قال فلا تعضلوهن فلا تحبسوهن ولا تمنعوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف يعني بمهر ونكاح جديد. يعني أنت ليس لك أن تمنع ابنتك من النكاح ما دام هناك مهر وكفاءة، يعني أمور الزواج متكاملة. وذلك أن معقل بن يسار كانت أخته تحت أبي الدحداح فطلقها أبو الدحداح وتركها حتى انقضت عدتها، ثم ندم بعد ذلك فخطبها، أرادها للزواج مرة ثانية فرضيت، وأبى أخوها أن يزوجها له وقال لها وجهي من وجهك حرام أن تتزوجه، إذا تزوجت هذا الرجل فلا أنت أختي ولا أنا أخوك. فنزلت هذه الآية فلا تعضلوهن أن ينكح لا تمنعهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. قال ذلك يوعظ به، إيش يعني ذلك؟ نعم إشارة، ذلك إشارة إلى ما فصل الله من الأحكام، ذلك تلك الأحكام التي فصلتها لكم آلفان، تلك الأحكام يوعظ به يعني يؤمر به، بمجموع ذلك تلك الأحكام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني يصدق بالله واليوم الآخر. يعني إن كأنه أراد أن يقول إنما ينتفع بالوعظ والإرشاد، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فعدم الانتفاع بالوعظ والإرشاد دليل على عدم الإيمان بالله وباليوم الآخر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر يعني يصدق بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم، يعني اتعاظكم، اتعاظكم أزكى لكم، يعني خير لكم، ويقال أصلح لكم. ذلك أزكى لكم وأطهر من الربا في الزنا، أي الزنا. والله يعلم من حب كل واحد منهما لصاحبه وأنتم لا تعلمون. ذلك ويقال ذلكم أطهر لقلوبكم من العداوة، ذلك أطهر لقلوبكم من العداوة، لأن المرأة تأتي الحاكم فيزوجها فتدخل في قلوبهم العداوة والبغضاء، تذهب إلى القاضي كي يزوجها ممن رفض أهله أهلها أن يزوجوها منه. ليه؟ تريد أن تنتزع البغضاء وترميها في قلوب أقاربها.
وقال الضحاك: والله يعلم أن الخير في الوفاء والعدل، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما عليكم في التفريق لا تعلمون ما عليكم في التفريق من طلاق وعقوبة، عفوا من العقوبة والعذاب. وقال مقاتل: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم معقلا، لعله معقل باليسار، فقال: إن كنت مؤمنا فلا تمتنع، فلا تمنع أختك عن أبي الدحداح. فقال: آمنت بالله وزوجها من وزوجتها منه. وفي هذه الآية دليل أن الولي إذا منع القريب منع المرأة عن النكاح كان الحاكم أن يزوجها، أن يزوجها. الله. ثم قال: والوالدات يرضعن أولادهن. نقف هنا أحبابنا، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.